ونتابع تصريح الكابتن صادق سعدون واللاعب مؤمل عبد الرضا بعد المباراة. منافس قوي على بطولة الدوري، لكن بالمقابل التجهيز لمثل هكذا مباريات لازم يكون موجود، وبالفعل اليوم اثبتوا اللاعبين انهم على اتم الجاهزيه، والثقه انعادت للفريق، ثقه الفوز انعادت من خلال الثلاث مباريات الاخيره. بالمقابل انت اذا ما تكون عندك ثقه وروحيه ترجع فريق اي فريق ممكن تتغلب عليه اذا ما كانت الروحيه حاضره. مباراه اليوم اثبتوا اللاعبين انهم على قدر المسؤوليه، وعندهم امل انه يوصلون بعد خطوات، يعني اذا اليوم حصلنا على المركز الرابع ممكن نحصل على المركز الثالث، يعني يمكن الفارق بقى بسيط اذا ما كانت الروحيه موجوده في جميع المباريات المتبقيه. المنافسة على اللقب ممكن؟ هو كرة القدم اليوم انت امامك 8 مباريات، يعني 24 نقطة، متغيرات كثيرة، يعني الامل موجود والطموح موجود. سبب غياب الكابتن ضغامس؟ يعني كان مصاب، انطيناه فترة راحة اكثر من اسبوع الى 10 ايام حتى يعيد وضعه بصورة طبيعية، وبالفعل راح يلتحق الفريق يعني بكرة ان شاء الله، لان احنا بلغناه من يوم امس، بلغناه انه بعد المباراة راح يكون متواجد، وهو حاليا هو جاهز صحيا وبدنيا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك جمهورنا الطلبة، مبارك اخواني اللاعبين، مبارك كادر التدريبي. فوز مهم، تعرف الفوز بمباراة الديربي له طعم خاص. الحمد لله والشكر، ثالث مباراة متتالية النقاط الثلاثة، المهم العودة إلى سكة الانتصارات والدخول إلى المربع الذهبي والمنافسة. الآن مباراة الزوراء نطويها، نركز على مباراة الجوية، لازم نواصل التألق، عندنا 7 مباريات إن شاء الله من فوز إلى فوز. مبروك لجماهيرنا. شكرا لجميع المتحدثين.